نبقى في مدينة كيهيدي، حيث انطلقت صباح اليوم أعمال مشروع ترقية فضاء التعبير الثقافي لدى الشباب ومشاركته في المواطنة وإدماج الشباب والنساء في مراكز صنع القرار في بلديتي كيهيدي وجول. وقد أشرف على ورشة إطلاق المشروع المنظمة من طرف الجمعية الموريتانية للتعليم والصحة والبيئة حاكم مقاطعة كيهيدي المساعد السيد أحمد والبراهيم والسيد. ويسعى هذا المشروع الذي تستمر أعماله على مدى 6 أشهر إلى خلق فضاء تشاوري من خلال تعزيز التواصل بين المنتخبين المحليين والفعاليات الشبابية والنسائية خدمة للتنمية المحلية ببلديتي كيهيدي وجول. وقد أدلى رئيس الجمعية الموريتانية للتعليم والصحة والبيئة خلال فعاليات الورشة الافتتاحية لهذا المشروع بالتصريح التالي: المشروع عنده طابع خاص وعنده خصوصية، هو لا يخلق إطار تشاوري بين المنتخبون والنساء والشباب لمستوى بلدية جول وبلدية كيهيدي. خلنا نحن كجمعية نخلق ذا إطار، لاحونا فم على فم نقص في التواصل بين هؤلاء المكونات الثلاثة، المنتخبون والنساء والشباب، وهذا خلانا نخلق ذا الإطار إن شاء الله له يحسن من أجل هذه الفئات الثلاثة تشارك في التنمية المحلية بصفة شاملة وبصفة موضوعية وفعالة.